اللي عم تزداد أعدادهم على مدرجات ملعب صيدا. هو بلال نجدي اللي تعرض للخطأ، خطأ لمصلحة الأنصار. 2016-2017 هيدي لمسة من ربيع عطايا باتجاه بلال نجدي بوسط الملعب. بلال بتقدم صاحب الرام 11 بعده عم بمر بيوسع لنفسه بيلعب كرته على الجهة الثانية. القارحانة ترجع من جديد لعند بلال نجدي، يعني هدأت وتيرة المباراة بعد دقائق. هجمة مرتدة عم تكون عم يعتمد عليها فريق الأسرة بهالمباراة شباب الساحل، بينما الاستحواذ أكثر لفريق آخر بيلعب كرته الأمامية بهاللحظات تنقطع. هيدا وبلال نجدي بيحاول يعيد الكرة أنصارية ما بينجح. حسن دنش بيحاول على الترويض مع معتز بلال جنيدي وايضا بلال نجدي يلي بيرتد للخلف للقيام بواجباته الدفاعيه بمر بشكل او ملا مرور. ملا مرور يا بلال نجدي من اللاعبين على الطرف الايسر، انطلاقه سريعه للانصار. محمد محمد سلم يا سلام، ملا مرور بمر عن اول واحد بيحاول يمر عن عمر عويضه، انما التدخل عم بيكون من بلال نجدي ليعيد الكرة لمصلحة الأنصار. أيضا مع الأنصار بالهجوم بلال نجدي المتحرك الدائم يعمل مجهود كتير كبير بوسط ملعب الأنصار. مجدد حكم عليهم متابعة اللقاء من دون وجود أي أخطاء مع بلال نجدي. تضييق المساحات أمام لاعبي الأنصار عم يمنع الأنصاريين إنه يخرجوا ثغرة. خط دفاع شباب الساحل بيلعب الكره لعند بلال نجدي، هيدي كره بتوصل لعند بلال نجدي. النجدي بيتقدم بيحاول يمر لوحده عم يتقدم ممكن يعكش شوط. هيدا مع النقطات كرته لعند حسين لوهو لتشكيله الفريق الازرق بهالمباراه. بلال نجدي بيلعب الكره انما خطا بيقول الحكم حسين ابو يحيى لمصلحه الانصار. من المتوقع انه كره ملعوبه من جديد بلال نجدي، كرة الرأسية عم بتروح سهلة. رأيه بكرة القدم وكل إنسان ممكن يشوف كرة القدم بطريقته الخاصة. بلال نجدي بيحاول المرور. بلال نجدي خطأ، كرة ملعوبة. خطأ بوجود دوغلاس بيحاول يمر بيطالب بخطأ، الحكم بشيله. متابعة المباراة مع بلال نجدي لقيادة هجمة مرتدة سريعة لمصلحة الأنصاريين. أيضا يوصل للكرة بلال نجدي، عباس عاصي بينطلق الهجمة المرتدة لمصلحة شباب الساحل. هل رح تتوقف بلال نجدي؟ شوفوا يعني أهمية بلال نجدي بوسط ملعب الأنصار. صح خسر الكرة إلا أنه بلال نجدي عاد وعاد الكرة لمصلحة الأنصاريين وأدنى الخروج الخروج من الدور الربع نهائي. 8 دقائق بالتمام والكمال دخلنا على كورة ولا أجمل مرور ولا أجمل من حكمة الزين اللاعب المهاري بحضر كرة للخلف، إنما الكرة عم تقطع أكثر اللاعبين المهاريين بهالمباراة. فعلا المباراة فيها كثير من اللاعبين المهاريين. بلال نجدي بيتركها عند القرحاني السريع. قرحاني شباب الساحل موجودين بمنطقتهم. بلال نجدي عم بيحاول الانصار يفكوا الشفره الدفاعيه. بتقود لعند بلال نجدي. بلال نجدي بيحاول المرور ايضا. بلال عم بيقدم مباراه جيده جدا. بلال عم بيقدم مباراه جيده جدا. صاحب الرقم 11 قارس بملعب صيدا البلدي صار بهاللحظات. الكره ملعوبه لداخل المنطقه. حسين النوه عم بيرتكب خطا، عم بيرتكب خطا واضح، خطا واضح على اللاعب الغاني وعم يلتف ليسدد الكره. كان موجود باللحظه المناسبه بلال نجدي ليقطع الكره وبالتالي سدد قدمه لبلال نجدي. خطا واضح على الارجح. مباراه متجهه الى ركلات الترجيح، ركلات التشويق. شوف الخطا شيء لمتابعه المباراه. ايضا مع بلال نجدي مباراه كبيره صراحه لبلال نجدي، مباراه كبيره لبلال نجدي. بيحاول المرور بلال نجدي انما الحكم يشير بخطأ أو رمي التماس. رمي التماس هيدا هو بلال نجدي. مجهود كتير كبير لصاحب الرقم 11 أيضا.